محمد الخضراوي مستشار بمحكمة النقد، عضو ديوان الرئيس الأول. أولا بطبيعة الحال احنا لا يمكن إلا أن نتمين مثل هذا المولود اللي يشيع سمعته الأولى كما قلنا في الكلمة. أي تنظيم لمهنة الصحافة لن يكون إلا شيء إيجابي بطبيعة الحال، الصحافة العادية أو الصحافة الإلكترونية. بطبيعة الحال القضاء والإعلام هم شريكان مجتمع ديمقراطي ما يمكنش يكون الا بتوازن وتعاون بيناتهم. اذا كان الحضور ديالنا اليوم كان في هذا اللقاء كان حضور ضروري اولا، ثانيا هذا ماشي خطوه اولى، احنا مع الصحافه لدينا عده خطوات واليات عمليه اللي فقط ليست مجرد كلام. درنا دوره تكوينيه اولى لفائده الصحفيين بما فيهم الصحافه الالكترونيه كانت في يونيو، الان احنا مقبلين على دوره ثانيه ودوره ثالثه. بطبيعه الحال دعوه عامه لجميع الصحفيين اللي عنده رغبه، لانه الان ما يمكنش نطوروا مهنة الصحافة بدون ما تكون هناك احترافية، ما يكونش هناك مهنية، ما يكونش خضوع لضوابط أخلاقية وضوابط مهنية وضوابط قانونية. وبالتالي أعتقد بأننا وجودنا كقضاء مع الإعلاميين في يوم كهذا في مثل هذا المؤتمر هو شيء طبيعي أولا وشيء ضروري ثانيا، لأننا الآن أمام دستور جديد يؤسس للحق في المعلومة، يؤسس للمسؤولية والمحاسبة، يؤسس لواحد الثقافة حقوقية كبيرة ما يمكنش تكون إلا ما كانش القضاء والإعلام غادي في طريق متوازي، قضاء مستقل وصحافة نزيهة. أنا صح سؤال لصاحبي زميل. سؤال من جريدة التصويرة نيوز الإلكترونية. عندنا فقط بالنسبة ما هي وجهة نظركم بخصوص العقوبات الزجرية التي تمارس في حق بعض الصحفيين، هل انتم باعتباركم ك يعني منتمون لسلك القضاء، هل انتم مع ام ضد هذه العقوبات الزجريه؟ نريد ناكد اولا انه اغلبيه المتابعات اللي كاينه في حق الصحفيين وبمقتضى احصائيات طرحناها مؤخرا هي عباره عن شكايات من طرف اشخاص مدنيين متضررين، يعني ماشي متابعات حتى النيابه العامه، تتكون في اطار شكايات مباشره من طرف متضررين من معطيات معينه في مواجهه صحفيين، وبالتالي هي اللي تتخلي انها تكون اولا متابعات. اذا هذه مساله توضيحيه اساسيه. بالنسبه للقانون الجنائي الان، القانون الجنائي الان فيه عقوبات حبسيه وفيه الغرامات، حنا كقضاء المهمه ديالنا فقط هي تطبيق القانون الموجود. اذا توافقت الجهاز الصحفي مع المؤسسه التشريعيه على اصدار نص قانوني خالي من العقوبات الحبسيه، فنحن ليس لدينا الا ان نطبق ذلك القانون خالي من العقوبات الحبسيه. اما الان فنحن كسلطه قضائيه نطبق القانون، وظيفتنا هي ديغ لو دغوا قول القانون. القانون الان فيه عقوبات حبسيه، المشتكي يكون في الغالب اطراف خواص متضررين من مقال صحفي، من قذف، من مثلا شيء مثل هذا القبيل. القاضي ليس له الا ان يطبق القانون كما هو الان، نحن لسنا سلطه شرعيه وكاستقلال للسلطات، عندما تضع السلطه الشرعيه نصا خاليا من العقوبات الحبسيه فلن يكون لنا الا الامتثال له كصحفيين ايضا، ولكن اعتقد بان المشكل ليس فقط في العقوبه الحبسيه ام غيرها، لابد من تاهيل المهنه، لابد من خضوع لضوابط اخلاقيه، لابد من امتثال القانون، وديك الساعه ما يكون حتى شي اشكال لا في العقوبات الحبسيه لا غرامه ولا استاذ على الكلمه والتوضيح ديالك.